هذا الدش البث الفضائي نعيد النظر فيه في خطورته، نعيد النظر في الجوالات الذكية، وسائل التواصل، الفيسبوك، تويتر، انستغرام. ذكروني ترى بعضها ما أعرف، قولوها ها؟ ترى قلت لكم الدرس هذا أخوي، لا تخلونه رسمي، ذكروني. غير انستغرام ها؟ تليجرام، قولوها عشان أقولها الناس تسمع. سناب شات ها؟ الواتساب وغيره، هذه شفتوها كلها؟ كلها يا أخوة الكرام، أريد من هذه المحاضرة أنا وأنتم أن ما أقول لكم اتركها، اللي يقدر يتركها الله يوفقه، واللي ما يقدر يتركها يتعامل معها كأنها لغم في يده بينفجر لهالدرجة، يتعامل معها كأنها ألغام في أي لحظة ممكن تنفجر. كم يكون عندك حذر، كم يكون عندك تنبه وأنت تتعامل مع الألغام. كذلك وسائل التواصل الحديثة والتقنية الحديثة لا بد أن نتعامل معها وكأنها ألغام ستتفجر بنا. اللي ما هو مصدق كلامي يعطي نظرة، إيش كنا قبل الدشوش وإيش صرنا بعد الدشوش، صح ولا لا؟ إيش كنا قبل الدشوش؟ النساء والحجاب والمرأة تمشي جنب الجدار والناس محافظة وغض بصر واللباس ما شاء الله كله لباس ساتر. بعد الدش إيش صار؟ إيش كنا قبل هذا الوسائل التواصل الحديثة، الفيسبوك والتويتر والصور والإنستغرام؟ كانت الناس تستحي في احتشام، الآن قل الاحتشام. كانت الناس ما تحب تتشبه بالكفار والغرب، الآن كل الناس تشبهت بالغرب في التقليعات والصيحات والتمشيطات والملابس، بل حتى تغير كلامنا ولا لا يا إخوان؟ أول تجي طال عمرك عندك محاضرة موعظة اسمها إيش؟ هاذم اللذات. الآن تقوم تكلم عن الموت، قالوا لك يا أخي موتنا يا أخي، إيش الموت؟ موت موت موت، إلى متى موت؟ ما عاد نبغى الموت، من أول ندور المحاضرة اللي يتكلم فيها الشيخ عن الموت، نريد نتذكر القبور، من أول نريد الواعظ يأتي يعظنا ويذكرنا بالنار وصفات جهنم. الآن يخلص المحاضرة نقول يا أخي أعوذ بالله، هذا أرهبنا وخوفنا، نار 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 يا أخي، ليه ما في جنة؟ لكنك لما ترجع إلى الكتاب والسنة تنظر كم تكلم الله عن النار، وكم تكلم الله عز وجل عن الموت في القرآن، وكم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن النار وأوصاف النار، وكم تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الموت. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن النار في يوم العيد والناس متقبلة، الصحابة متقبلة، يوم العيد يوم فرح وانشراح وضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وش يقول لهم؟ يا معاشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يوم العيد يقول لهم، في أحد انتقد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن مع الانفتاح اللي عشناه اليوم، مع هذا الانستغرام والصور والفيسبوك والتويتر والدشوش، صار يقول لا تتكلم عن الموت. حتى أنا لما أفتح عندي صفحة في التويتر خلاص أبغى أكسب الزباين، كم واحد يتابعني؟ قال يتابعك ما شاء الله 10,000. طيب إيش طلبات الزباين؟ قالوا ما يحبون الموت، ما عاد أتكلم عن الموت عشان يصيرون 20,000. قال ما يحبون النار، ما عاد أتكلم عن النار حتى يصيرون 30,000. ما يحبون المواعظ، ما عاد أعظ في تويتر عشان يصيرون 100,000. ترى ما يحبون اللي يتكلم عن المنكرات، أترك الإنكار عشان يصيرون 1,000,000. تغيرت مبادئنا، أفكارنا، كلامنا. إذن هذه الوسائل وهذه التقنية لابد أن نتعامل معها بحذر، هذا الذي نريده.